صلى الله عليكم سماحة الوالد، امرأة تقول: في أواخر حيضتي وأنا في انتظار الطهر، وهي القصة البيضاء، نزل مني سائل لونه أصفر فاتح جدا وقد خالطه بياض، وبقيت 3 أيام على هذه الحال وأنا في شك ووسوسة، ثم بعد ذلك نزل الطهر وهي القصة البيضاء فاغتسلت وصليت، والسؤال: هل أقضي 3 أيام التي كنت شاكة فيها أم لا؟ لا، ما زال الحيض عليك إلى أن نزلت القصة البيضاء والنشاف التام، وما قبل ذلك فهو من الحيض ولو كان كدرة أو صفرة. نعم.